الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحول الله حنتعلم في السكنومتريك شارت، حنتعلم كيف نطلع الكولينج لود، وكيف نزيل الرطوبة، كيف نطلع نقطة الندى، كيف نطلع نستخدم قانون الخلط، كيف نطلع نقطة السبلاي من السنسبل هيت فاكتور، وكيف نستخدم الطريقة. طبعا في مقاطع سابقة أنا نزلت عليها خصائص الخريطة السكنومترية، هسيبها في الوصف. بس قبل هذا كله نحتاج منكم دعم لهذا المقطع. يقول لك إذا جيت تسوي خير سويه، ويعني وحاول إنك تزيد في ذا الخير. فأنا يعني ما بقتصر المقطع عليك، أو يعني على أعداد بسيطة معايا في الكلاس، أو طبعا حتشوفوا الحين اللايكات كيف قليلة جدا، مع انه موصيني 7: تركي الفارسي، وعلي دبل الجيزاني، ووليد الردادي، ومشاري صلاح الردادي، وبندر الجهني، ووليد الحربي، ومين كمان مين كمان اورط مين كمان تركي الفارسي. دول كله شوف ذكرت 7، الان تشوفوا لايكين. المهم فحيكون شو اسمه يعني الترويج للقناة، او عفوا خلينا نقول للمقطع نفسه، عشان يستفيد اكثر عدد ممكن من الطلبة. يعني القناة كما تعرفوا يعني مي مشهورة، لكن ان شاء الله اني انا اشرح بطريقة يعني ممتعة وسلسة وحبة حبة، واحاول اني اربط فيها الفكرة يعني بالترتيب. فيعني في ناس محتاجة لكن ما يعرفوا، فنرجو الدعم بلايك تمام، و يعني في الكومنت حتى لو نقطة يعني يستفيد المقطع. طيب بعد ما ورطنا الشباب ودينا اللي عندنا والطلب، نخش في الخريطة. طبعا هذا السؤال إذا تبغى تسوي له شاشة سكرين شوت، ثبت المقطع وصوره. طيب استمتع معي في المقطع الآن دقيقتين وعليها استمتع. هالمقطع حيكون 15 دقيقة 12 دقيقة، شبه نص كلاس، لكن باذن الله انك تضبط المضابط على قوله. يقول لك في ال NHU 20% اوف فريش اير. فريش اير دائما يجينا من الاوتسايد، من الهواء الخارجي، فعندي 20% هواء فريش تمام، وعندي الاير ات 38 دي بي. طبعا الدي بي وهذه الرموز انا كما ذكرت قبل شويه اني ذاكرها في خصائص الخريطه السكرومتريه، راجع على المقطع. طيب قال لك عند الهواء الخارجي 38 دي بي دراي بلب، و28 ويت بلب الدرجه الرطبه، وانخلطت وتنخلط مع 80% هواء راجع. الهواء الراجع دائما يجينا من الغرفه، هواء الغرفه 28 جاف و50% رطوبه. طيب بعد كذا يقول لك if the conditioned space، ويكون مشروط بالسنسبل لود، السنسبل درجة حرارة المحسوسة 14 كيلو واط، والليتنت اللي هي درجة حرارة الكامنة اللي هي 3.5 كيلو واط. يقول لك بعد كذا and the supply temperature 14 درجة مئوية. Draw the process on the psychrometric chart and then calculate the cooling coil load. اديني حمل الملف التبريدي، واديني the removed humidity الرطوبة المزالة في هذا الحمل، واعطيني التي اي دي بي اللي هي نقطة الندى. طيب الان خلينا نرسم، واذا ما تبي ترسم خلاص انت عارف خطوطك امورك طيبة. الان عندنا هذا ال HU تمام، ال HU هذا طبعا هنا عندنا مثلا صندوق المكس تمام، اذا قبله مثلا مرشح او فلتر اولي ممتاز، يعني هذا رسم عادي. وهنا المكس اللي هو البوكس تمام، وهنا بعدين عندنا ملف التبريد، وبعده مثلا في فلتر او مصفي تمام. بعد كذا حيكون عندي هنا الدكت رايح على مين، على الغرفة الروم تمام، اللي فيها الخصائص المذكورة فوق تمام. وبعدين يرجع من الغرفة عشان يتبرد، يرجع لمين، للـ HU تمام. الـ HU جايها من برا من الاوت تمام، فريش اير. طيب خلاص هنا فريش اير حيكون عندنا 20% تمام، حيكون عندنا درجة حرارة رطبة 38، و
28 عفوا 38 جافة و28 رطبة، هذا من الهواء الفريش اير. تغذى طبعا هنا السبلاي، تمام لما جاء هنا، هنا نقطة السبلاي اللي هو الدامبر او الدفيوزر، عفوا الدفيوزر، حي يعني يضخ لي في الغرفة كم؟ 14 درجة مئوية، هو ذاكر لي الغرفة نفسها درجة حرارتها 24 تمام الدي بي، و50% رطوبة نسبية تمام، حترجع حترجع ب80% ايضا، حناخذ من هذا الهواء 80%. طيب هذه الرسمة تمام؟ تمام. الآن نجي نطبق على السيكونومتريك شارت. قبل هذا يعني أنا أحاول في ذا المقطع إنه إيش؟ إني أمشي بطرق يعني أنا ماشي عليها، وإن شاء الله إنه كوني طالب زيك فإن شاء الله تضبط حتى معك. تيجي تسوي مثلا هذا الجدول، تقول داش للإتشات كامل تمام، وهنا الكيلوغرام أو كيلو جوي على الكيلوغرام تمام؟ تمام. الآن أي نقطة حتحطها هنا تمام اسمها، وهنا حتحط كم المعطى حقها تمام. طيب الآن قال لي درجة الحرارة الخارجية، خلينا كذا نرجع أو نطلع، قال لي درجة الحرارة الخارجية 38 تمام رطبة، هنا نقول خلينا ناخذ قلم 38 35 طبعا كل حتى ذي الخصائص انه بين مثلا 35 و36 الشروط هذه بكم كل واحده باثنين، انا ذاكرها في المقاطع السابقه. طيب 35 36 37 38 تمام، نطلع خط، تقول لي لين فين؟ اقول لك عادي اي مكان تمام، انت بيكون معك مرسمه وحتمسح، او اذا حتى معك قلم، اهم شيء انت تعرف فين النقطه هذه عشان احنا نحتاج الانثالبيات. طبعا نرجع ناكد على هذه المعلومه، احنا نحتاج الانثالبيات دائما بشكل كبير، نحتاج بس الانثالبيات ونحتاج اللي هو الرطوبه المزاله، فعندك هذه النقاط. طيب 38 وعندي درجه الحراره الرطبه 28، شوف هنا 25 26 27 28 28 تجيبها وتقاطعها مع مين؟ مع الخط اللي انت سويته، فحيكون هنا عندك النقطة هذه. كمل هذا الخط فوق عشان ايش؟ تطلع معك الانثالبي، الانثالبي حيكون ب90. طيب هذه الورقة نجنبها، الانثالبي حيكون معك ب90. طيب هذه سميها عبد الرحمن، سميها خالد، سميها اللي تبغى النقطة، فإذا هي للآوت سميها أو أو أي شيء، لكن أنت تعرف أن هذه النقطة وهذه النقطة أنت حتستخدمها في القانون. طيب نقول أو، نمشي حبة حبة، أو 90 الإنثالبي حقها. طيب الآن قال لي الغرفة عندي 24 هنا ال 24 تمام، أمشي لين فين؟ عادي مو مشكلة، يتقاطع مع كم؟ رطوبة نسبية 50%، 50% هذا الخط، إذا جينا كذا 50% تمام 50% هنا حيتقاطع معايا تمام. تمام اذا تقاطع معايا هنا اطلع برضو ب اتوازى مع هذه الخطوط، مو زي كذا يعني مثلا امسك النقطه كذا، لا اتوازى مع هذه الخطوط نفسها، دي الخطوط كيف ماشي اتوازى معها. فهذه النقطه يا طويلين الاعمار والسلامه، لا تنسوا اللايك حبايبي، لا تنسوا الكومنت ولو بنقطه عشان غيرك يستفيد، حتى انت تكون دال على الخير ان شاء الله. واحد يجيني يقول لي اكسب الاجر، طيب اكسب الاجر من الله ومنك ومن غيرك. طيب 45 46 47 باين علي شخص انتهى، 45 46 47 48 48 هذه اللي هي خلينا نقول هنا او وهنا الروم، حنقول له الروم كم قلنا؟ 45 46 47 48 48. طيب الان بعد ما سوينا هذه الخطين اللي بين الاوت والروم، الان نجي عند النقطتين هذه ونسوي لها خط، ناخذ هذه النقطة وهذه النقطة ونسوي لها خط كذا بيناتهم البين نوصلهم تمام. تمام وصلنا. الان نبغى نقطة الميكس تمام، ايش حنسوي؟ حنجيب
اللهم صل على محمد. قانون المكس. تمام تمام. نيجي حبة حبة. الحين خلاص طلعت الأو والآر، الآن أبدأ طلع المكس. لو جينا هنا عند المكس، قانون المكس إيش يقول لك؟ التي مكس أو التي ثري أو اللي أنت تبغاها، المهم هذه نقطة حق الخلط. طيب إيش يقول لك؟ يقول لك نسبة الهواء الخارجي، تمام، اللي كان 20%، طيب إيش حتسوي به؟ حتقسمه على 100، تمام؟ حتقسمه على 100 حيصير معاك 0.2، تمام؟ الآن هذا الرقم تضربه في مين؟ هو خاص بمين؟ بالهواء الخارجي. بس تاخذ الهواء الخارجي الجاف، تمام؟ تمام، اللي هو الدي بي، اللي هو حيكون كم؟ 38 زائد، هذا حق القانون، تمام؟ اديني نسبة الخلط الراجع 80%. 80%، تمام؟ 80% اضربها في مين؟ اضربها في الهواء الراجع الدي بي اللي هو الجاف، اللي هو كم كان معانا هنا؟ 24، تمام؟ 24. خلص الان اقول له 0.2 مضروب في الهواء الخارجي 38 زائد 0.8 مضروب في 24، تمام تمام. نقول له كم؟ نقول له 26.8. 26.8. طيب هذه الخريطة يعني الظاهر انها صيفية، هذه للفائدة طبعا. ايوه صيفيه. ليش صيفيه؟ لانه التبريد، يعني انت تبغى الهواء الغرفه مو كله تصرفه برا. لو جبت هواء كامل فريش 100% حار، فحيكون في جهد على الكمبرسور والتكلفه حتزيد. طبعا هذه يعني خلينا نقول عليها عامه في الابلكيشنات او في الزونات او في يعني المناطق، لكن في اشياء خاصه مثلا زي بنوك الدم، زي غرف العمليات، زي الاشياء اللي خاصه كذا ما يبغى لها ريتيم، فتدي لها فريش اير ان شاء الله حتى لو الجو برا 100. اهم شيء يعني ما يخش في او ريتيم، يصير في ريتيم. فانت تستفيد من الهواء الراجع هذا 80% يكون، شوف، ببروده 24، تمام، وتاخذ منه 80% فيكون الجهد بسيط، بس تجيب فريش اير عشان الاكسجين والامور طيبه. لكن في الصيف او في الشتاء مثلا تجيب فريش اير كامل من برا بارد احلى، ما يصير جهد كثير على الكمبرسر. طيب خلاص نرجع للحين، انا لازم استمتع بالمقطع، اذا طال انا كذا مستمتع ولا ما يمديني اجزئه. طيب خلاص الان طلعنا نقطة الخلط 26.8، تمام 26.8. هلا انا اجي من تحت، شوف يكون بين الخطين ذي 26.8 25 26.8، كل خط ب2.8 هنا حيكون. طيب اطلع معاه الى تقاطع معايا هنا، تقاطع معايا مع هذا الخط. خلاص هذه النقطة الجديدة، يلا نطلع لها انثالبي، هذه نطلع لها انثالبي. الانثالبي هذا حنسميه مكس. حنيجي نقول هنا الام بكم طلعت معانا؟ 55 56 56. ممتاز ممتاز. الان قال لك عندي التمبريشر او الـ اللهم صل على محمد، السبلاي عندي 14 درجه مئويه، تمام. اجي اقول له طيب الان اطلع من هنا 14 درجه مئويه، 10 11 12 13 14، طلع من فوق كذا. طيب مع ايش يتقاطع؟ نقول لك ها الان حتستخدم السنسبل هيت فاكتور. السنسبل هيت فاكتور يقول لك قانونه كالتالي، يقول لك قانونه كالتالي، خلينا لين هنا. يقول لك الكيو اس اللي هو الكيو سنسبل اللي هو الحمل المحسوس على مين؟ يقول لك على او قسمه الكيو توتال
اللي هو مجموع السنسبل هيت والسنسبل الليتنت والسنسبل اللي هو الدرجة المحسوسة والرطبة. طيب هو هنا أعطاني كم؟ سنسبل 14 الليتنت 3.5 أجمعهم 17.5 هذا التوتل 17.5 وبعدين قال لي اديني حق الاس اللي هو السنسبل المحسوس 14 تقسم على بعض يطلع لك 0.8 هذا هو اللي نحتاجه هنا السنسبل هيت فاكتور هذا شوف هذا من هنا ما عندك من واحد الين فوق هذا هو السنسبل هيت فاكتور طيب فين 0.8 هذه 0.8 الصفر بعد الثمانية أمور طيبة طيب الآن عندي هذا الخط حق السبلاي تمام عندي هذا الخط حق السبلاي نضبط الكاميرا عندي هذا خط السبلاي تمام لازم له نقطة أجي الآن أمسك المسطرة تمام وأروح فين أروح أخليها مثبتة عند مين عند نقطة إيش الروم تمام خليها مثبتة عند نقطة الروم طيب اللهم صل على محمد خليها مثبتة عند نقطة الروم تمام شوف هذه نقطة الروم شوفها هنا شوف هذه نقطة الروم وأبدأ الآن خلاص أحط القلم على النقطة وأبدأ هذه نفس المسطرة أخليها بمحاذاة مين على 0.8 تمام خليها على 0.8 بالضبط وأنا قلمي ثابت هنا يلا أبدأ أروح إلينا 0.8 وثم أرجع على فين الين يتقاطع معايا الخط عند فين عند هذا اللي هو الخط السبلاي تمام تمام هذا هو. طبعا كملها كمل هذا الخط الين تطلع معاك نقطة الندى كمان يعني تكمل ذا الخط يطلع لك ناتج نقطة السبلاي و نقطة الندى طيب نقطة السبلاي الآن طلع لها الانثالبي هذه النقطة طلع لها الانثالبي حيطلع معاك 35 فنقول له السبلاي تمام 35 خلاص طيب نيجي الآن نطبق القوانين طبعا هذا خلاص كذا انت طلعت ذا خلاص خلينا ناخذ هذا اللي هو كم حيكون 10 بوينت كم شوف لما جبت الخط لين هنا لا تقول 10 شوف الخط فين في النص صح يعني 10 مثلا بوينت 3 10 بوينت 3 انت كذا احسبها على فوق 10 بوينت 3 هذا اللي هو ايش اللي هو هذا رقم 3 يعني رقم 3 اسهل شيء طلعنا 10.3 نقول له هنا في الحل تي تي اي دي بي يساوي 10.3 تمام ولانه درجه حراره سيليزيوس تمام هذه نقطه الندى خلاص الان نجي عند القوانين اللي يعني معروفه وشبه ثابته الميكس خلاص طلعناه وضبطنا امورنا الكيو اس تمام اللي هو حطلع منه ايش حطلع منه الام دوت لانه شوف لو الان اتجهنا نبى نطلع الكولينج كويل لود اللي هو حمل الملف هذا قانونه ايش يقول لك الكيو اس اس الكيو سي سي عفوا ام دوت 3 مضروب تمام في مين الاتش حق المكس عندنا الاتش مكس شوفوا هنا عندنا ناقص الاتش اس موجود الاتش اس طب من فين اجيب الاتش الام دوت 3 من هذا القانون الكيو اس اللي هو ايش قلنا اللي هو السنسبل اللي هو الحراره المحسوسه تمام وهذا الام دوت 3 طيب الام دوت 3 هو اللي نبغاه ام دوت 3 يساوي هذا نجيبه فوق في البسط كيو اس والسي بي مع مين اتش ار
ناقص اتش اس. تمام تمام. طيب السي بي للماء. تمام يساوي كم؟ 1.005. تمام هذا حق المويه، عفوا هذا حق الهواء فور اير. طيب بدون وحده. طيب الان نجي نقول له تمام، نجي هنا نقول له طلع لي جيب لي الام دوت 3، نقول له الام دوت 3 باين واضح ايوه كذا واضح يساوي كيو اس بكم عندي؟ ب 14. السي بي قلنا بكم؟ 1.005. تمام بعدين اديني الاتش ار، الاتش ار ب 48 48 تمام، والاتش اس بكم؟ 35. يعني هو ايش بيقول لك؟ اتش ار والاتش اس فين هنا؟ اتش ار والاتش اس من هنا لين هنا. تمام طلع لي الكتلة. طيب يساوي نيجي الان نقول له والله ما شاء الله المقطع حيصير شبه درس، درس رمضان 30 دقيقة، لكن عندنا مثلا في اليمن يقول لك صاحب الحاجة معنا بالطلب، انت آدمي لك طلب وانت المعني وهذا طلبك. شوف 1.071 تمام، هذا هو اللي حيطلع معك لو بوينت كيلوغرام على الثانية. تمام تمام. الآن نجي بسم الله الرحمن الرحيم، الآن نجي الآن نجي ونقول له خلاص بنستخدم القانون الثاني هذا، نقول له كيو سي سي تمام واضح ان شاء الله يواضح ام دوت 3 خلاص معانا 1.071 تمام، فك القوس اديني الاتش 3 حق الميكس. تمام حق الميكس فين حق الميكس اللي هي هنا 56. خلاص تبدا الان يعني تحطها زي ما هي 56، هي الهرجة ترى فين في الخريطة كيف تطلع على السنسبل هيت والهذا والأمور هذه وخلاص، أما الباقي كله تعويض هنا مباشرة. ناقص الـ HS اللي هو كم؟ اللي هو 35. تطلع ناتجه، خلينا طيب خلينا نطلع ناتجه الآن عشان هنا هنا عندنا برضه بنرجع على الخريطة شوية. 77 56 35 طيب كم حيطلع معي؟ 22422 بوينت 491 كيلو واط تمام، لانه حمل. تمام طيب قال لك الام دوت 3 او عفوا الام دبليو اللي هو الام ووتر، يعني بدلاله الام ووتر، هذا قانونها الام دوت 3 موجود عندنا خلاص امورنا الطيبه، بس عندنا هنا ال دبليو حق الميكس ناقص دبليو ال اس نضرب في 3600 عشان يحول لنا على اللتر على الثانية. نرجع الآن فين؟ تمام؟ طبعا خلينا ننبسط من السؤال. هذا طلعناه تمام؟ اللي هو هذا الخريطة، وعندنا الكولينج كويل لود هو هذا خلاص طلعناه اللي هو كيو سي سي، بس باقي لنا ريموف هيوميديتي. شوف الخطوط كلها جاهزة عندك، بس اللهم هي التركة هنا في هذا النقاط. طيب الآن إيش قال لك؟ شوف هو مديك إيه هنا الدبليو حق الميكس، هنا إحنا اتفقنا هنا الرطوبة النوعية، هذا الخط هذا حق السنسبل هيت تمام، هذا اللي هنا الصغير وهذا الكبير اللي هنا جوا، هذا هو حق الرطوبة النوعية. نيجي نمسك الاس هذا طالما هو طلب عفوا حق الميكس، نيجي نمسك نقطة الميكس ونمشي سيدة على اليمين تمام، برضو بمحاذاة الخطوط اللي معاها. طيب هذا كذا
والله امشي كذا سيد الى هنا خلاص. برضو حتى هذه شارحة انا يعني، شوف هنا مثلا 0.011 تمام، الخط الاول باثنين، الخط الثاني باربعة، خلاص يعني حيصير كم؟ 0.0114 تمام، زي كذا حيكون. طيب عندنا هنا خلينا نكتب M.3 وخلينا نكمل، والدبليو اس اس اللي هو نفسه الاس هذا حتمده لين هنا، يعني حنقول هات الاس، هات الاس. شباب لازم تستمتعوا بالليلة يعني، لازم تستمتعوا، اذا ما استمتعت خلاص كل شيء جاهز، مقطع اموره طيبة وبس، باقي مع نفسك كذا تجلس. طيب 0.008 واول خط 0.0082 تمام تمام، حتى الرينج لايت هذا طفى. طيب نيجي هنا نقول له الام دوت 3 عندي بكم؟ بواحد 0.71 تمام، وكل قوس اديني الدبليو المكس هذا اللي طلعناه هنا من المكس اللي هو حيكون معانا 0.011 تمام، بعدها كم خط فيه؟ 2 4 4 طيب 4 تمام، ناقص مين؟ ناقص هذا اللي تحت هنا 0.0082 تمام تمام، قفل القوس اضربه في 3600، شوف كم يطلع لك الناتج. طيب نشوف كم طلع الناتج تمام، قوس 0.0114 ناقص 0.82 مضروب حيطلع معانا 12.33 تمام، 12.33 هذا اللي هو ايش؟ لتر لكل ثانية. وكذا انت طلعت المعطى الاول اللي هو هنا، طلعت المعطى الثاني، طلعت المعطى الثالث. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الفكرة، وهي يقولها صراحة ممارسة. ارجع تابع المقطع، حب المقطع، اذا ما حبيت المقطع هذا يعني ما راح تحل المسألة، خذها من النهاية. واذا ما حطيت لايك، إذا حطيت لايك وحطيت كومنت حد يعيلك، وإذا ما حطيت بدي عليك وأنت براحتك. وكذا وصلنا لنهاية المقطع، وأرجو لي ولكم دوام التوفيق في الدارين ودمتم بخير.